التقرير الصادر عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي ذكر فيه أن حجم الفساد في مصر خلال عام واحد عام 2015 وصل 600 مليار جنيه. وكما جاء في البيان تطرق إلى عدد من النقاط، أن هناك تضليلا وتضخيما في حجم ما سمي فساد، هناك فقدان للمصداقية، هناك إغفال متعمد لأرقام ومعلومات، هناك إساءة لتوظيف الأرقام والسياسات، ما يظهر الإيجابيات بشكل سلبي، وأيضا إساءة لاستخدام كلمة الفساد. وأفضت اللجنة أن هذا التقرير، وبعد إطلاع رئاسة الجمهورية عليه، أرسلت نسخة منه إلى رئيس مجلس النواب. وللحديث عن هذا الموضوع معي عبر الهاتف مباشرة الأستاذ الدكتور الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد. يا أهلا بك دكتور شوقي. أهلا وسهلا، صباح الخير يا فندم، صباح الخير عليك. يعني دكتور شوقي، يعني أكيد استمعت إلى ما جاء أو طلعت. أهلا دلوقتي. يعني طبعا الـ 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 الرقم كان مؤشر لما انتهى إلى التقرير بمنتهى الصراحة، إنه طبعا واضح إنه التقرير يكشف عن عدم الصحة، والتقرير يكشف عن الرقم نفسه عن التضليل، وطبعا يعني وصل للناس إحباط غير مسبوق، وفي ذات الوقت تعدى هذا الأثر إلى خارج مصر، إلى الخارج، لأنه رقم مفزع وبالوقت نفسه في توقيت خطير. ويعني أتى تقرير لجنة ليؤكد هذه الحقائق التي كان يستشعرها أي متخصص. يعني طب أنا عندي عدة ملاحظات. واحد، أولا السيد رئيس الجهاز ليس من حقي أن يخاطب الرأي العام، ولا أن يخاطب مؤتمر صحفي وغيره، لأنه حقه فقط أن يبلغ هذا الكلام إلى رئيس المجلس النواب أو لمجلس النواب، مش رئيسه، مجلس النواب، عشان يناقش هذا التقرير. من حقه أيضا إذا كانت هناك جرائم فساد بهذا المعنى أنه هو يبلغ الجهات التحقيق وجهات الحكم، يعني يبلغ النيابة العامة، يبلغ الإقامة الإدارية إلى آخره، وبالتالي يعني مخاطبته للرأي العام بهذا الرقم وهو غير صحيح، بل حتى لو كان الرقم صحيح مش من حقه أن يخاطب الرأي العام، إنما حقه وفقا لقانون الجهاز وقانون مجلس النواب أنه بيعمل من خلال يعني التقارير تقدم إلى مجلس النواب وتقدم إلى رئيس الجمهورية، والمجلس هو الذي يملك الاتخاذ او هو يحلها الى الجهات. طب دكتور شوقي، يعني في ضوء هذه النتائج التي توصلت اليها، نعم، لجنه تقصي الحقائق، واكدت زيف ما جاء في معلومات مغلوطه فيما يتعلق بحجم، نعم، الفساد، ما هي النتائج التي يمكن ان تترتب على هذه النتائج؟ الحقيقه يعني كان لابد من، يعني مع الاحترام للتقرير وما انتهى اليه من نتائج، كان لابد يحصل يعني إجراء تحقيق قضائي مع من أصدر هذا التصريح، وده يستتبع أيضا أنه بكل أسف يعني يحول بين عمله وبين الاستمرار في الجهاز ولو مؤقتا حتى تنتهي التحقيقات، لأن دايما حتى لا يتم العبث بالأوراق ولا المستندات لتغيير الحقيقة، كما يحدث تماما مع كائنا من كان وزير أو أكثر رئيس وزراء، حتى انه في حاله ما يبقى في مشكله يعني جديه في التحقيق الجنائي يبقى لابد ان يحال هذا الى جهات التحقيق الجنائيه، وفي ذات الوقت في هذه الحاله يبقى على طول يحول بين ان يباشر عمله وان يعني اثناء فتره التحقيق الى ان تتكشف نتيجه التحقيق. يعني انت يعني دكتور شوقي، انت تتوقع يعني ان يجرى تحقيق مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبه؟ يحال لسلطه التحقيق الجنائيه النيابه العامه ويجرى معه تحقيق جنائي، وخلال هذه الفترة لابد أن يحول بينه وبين أن يباشر عمله حتى لا يتم العبث بأي مستندات في الجهاز، وفي ذات الوقت تقرير اللجنة لابد أن يقدم، وإذا ما انتهت سلطة التحقيق القضائي إلى وجود تضليل في هذه البيانات فيبقى على طول القيد الوصف الحقيقي لمثل هذه الوقائع إن هي إساءة إلى سمعة البلاد وإثارة فتنة في البلاد وتضليل الرأي العام، ودي كلها جرائم جنائية تؤدي إلى المسائلة الجنائية، لأنه الأمر جد خطير، وخاصة أن المسألة قد تكررت أكثر من مرة بكل أسف، وفي كل مرة ما كانش فيه يعني مواجهة
لمثل هذه الأقوال أو التصريح، مجرد إثارة البلبلة وإثارة الرأي العام. لأني دكتور شو، لأن الرقم كان مفزع يعني للغاية. يعني أنا أقول حتى لو كان الرقم صحيح، شوف إزاي أنا يعني أكون مبالغا أو لا أكون مبالغا إذا قلت أنه حتى لو الرقم صحيح، هذا الرقم بأي صورة من أصل مفزع أو غير مفزع، كان هذا التقرير يقدم إلى المجلس النواب أو يتم الانتظار إلى يتم تشكيل مجلس النواب. ثم يعني إذا كان هناك 6 نوايا بتحل مثل هذه الوقائع إلى سلطة التحقيق لإجراء تحقيقه، وهذا اختصاصه وسلطته. إنما أن يجري مؤتمر صحفي وزي ما شفت أنه هناك أخطاء فنية ومحاسبية يعني من هذا الرقم وإعلانه، وبالتالي يعني مسألة يعني شارحة لذاتها بكل أسف. طب دكتور شوقي، أنت يعني كفقيه دستوري ونتحدث عن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، يعني السيناريوهات المتوقعة بعد هذه النتائج التي توصلت إليها لجنة تقصي الحقائق؟ أنا أتوقع أن يتم إبعاده عن العمل مؤقتا، وده مش معناها جزاء، ده إجراء احترازي حتى تنتهي سلطة التحقيق القضائية من إجراء تحقيق وقيد الوقائع ووصفها الحقيقي، وفي هذه الحالة إذا إحالة للمحاكمة الجنائية من بالإداني بعلم هذه الحالة. قانون القرار بقانون كان صدر حديثا بجواز إقالة أي حد من أجل، لأنه فيش حد فوق المساءلة ولا المحاسبة، يبقى الإقالة واردة وفقا للقرار بقانون الذي صدر منذ يعني عدة شهور ذلك المستخدم، وبالتالي المسألة لا يمكن أن تمر مرة الكرام. طب توقعاتك خاصة في اتفاقية الأمم المتحدة للفساد، هناك تعريف للفساد، ماذا يعني الفساد؟ مجرد أرقام ترجم ماذا يعني الفساد؟ اتفاقية دولية لمكافحة الفساد، اتفاقية الأمم المتحدة اللي مصر منضمية إليها في ترتيب متقدم، ده بتقول فساد يعني إيه؟ وبعدين يعني برضه تشكيل أو إحالة التقرير اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء مهم، فكل ما توقع من إجراءات مهمة، ولكن أنا شايف إنها إجراءات يعني ناعمة. شفت إزاي بكرر إزاي وقلت ناعمة. طب يعني حضرتك تتوقع الإجراء ب يعني مش هنقول استبعاد أو إقالة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، طب أقولش إقالة، حتى على الأقل نواعد بينه وبين عمل. متى يمكن ان يتخذ هذا القرار؟ هل بمجرد صدور هذا البيان وهذا النتائج؟ يعني كانه يعني يحول بينه وبين عمله، بحيث ان هو يبقى كانه في اجازه، وانه خلال هذه الفتره يجري التحقيقات الجنائيه، وحتى تنتهي التحقيقات الجنائيه من ثبوت التهمه يبقى لابد ان يتخذ اجراء جنائي واجراء ايضا رئاسي مسؤول عن انه احنا مش يعني احنا في فتره ما يمكنش ناخذ الاجراءات دي ببساطه. ولا أن واجهها زي ما بقول، حتى مكافحة الفساد الأمم المتحدة ما بتقولش الفساد يعني إيه، الأرقام دي أرقام لازم تدقق يعني. وبالتالي من كل الأوجه هذا التصريح واضح أنه قصد به التضليل والإثارة، ومن شأنه أيضا أن يرتب أضرار اقتصادية واجتماعية خطيرة، وبالتالي لا يمكن زي ما بقول لا يمر مرة كرة. وضحت الصورة. الفقيه الدستوري الدكتور شوقي السيد، شكرا جزيلا لك.